طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع الصحوة نت، أهالي قرية صغيرة في إب يصدون حملة حوثية ويمنعون اختطاف أحد المواطنين. صحف ومواقع تتساءل، هل انتهى حزب المؤتمر؟ ومن أخبار اليوم، نازحو تعز ينتظرون العودة إلى ديارهم. ومن الأخبار المنوعة، في موقع الهاف بوست، الجزائر تلغي صور الحيوانات من عملتها النقدية. أهلا بكم. في أحيان كثيرة تصنع القرى البعيدة ما لم تفعله المدن في الدفاع ومقاومة ميليشيا الحوثي. وفقا لموقع الصحوة نت، فإن أهالي قرية صغيرة في إب يصدون حملة حوثية ويمنعون اختطاف أحد المواطنين. وقال الموقع، تمكن أهالي قرية بيت مشرح بعزلة مخلاف عمار بمديرية النادرة من التصدي لحملة عسكرية حوثية مكونة من عدد من الأطقم العسكرية وعشرات المسلحين، حاولوا اقتحام القرية وتم إفشال محاولة اختطاف أحد الوجهات الاجتماعية بالمنطقة. مصادر محلية أكدت لصحوة نت أن أبناء قرية مشرح حملوا أسلحتهم الشخصية وتوزعوا في مداخل القرية والجبال المطلة واشتبكوا مع الحملة الحوثية وأجبروها على العودة إلى مركز مديرية النادرة. وكانت الميليشيا قد حاولت اختطاف يحيى مشرح بتهمة تعاونه مع الجيش الوطني والحكومة الشرعية. اهتم موقع يمن مونيتور باجتماع أشرفت ميليشيا الحوثي على مجرياته وحضره عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام. وعنون الموقع، بإعلان قيادة جديدة في صنعاء، هل انتهى حزب المؤتمر؟ وعنوان في ذات الشأن، مؤتمر الخارج غير راض عن مؤتمر صنعاء ويتهمونه بالتبعية للحوثيين. وقال الموقع أن حالة من الغضب سادت لدى قيادات المؤتمر الشعبي العام الموجودة خارج البلد بعد اجتماع لقيادات آخرين في صنعاء أسفر عن تنصيب رئيس جديد للحزب تحت إشراف الحوثيين. وقال قيادي بارز في الحزب ليمن مونيتور أن زملائه الآخرين في قيادة الحزب والذين تمكنوا من الفرار من صنعاء قبل مقتل علي صالح رئيس الحزب يملأهم الغضب من اجتماع صنعاء وتنصيب صادق أبو راس رئيسا للحزب. وقال القيادي إنهم يبذلون جهودا من أجل إعلان قيادة جديدة للحزب من أجل مواجهة الحوثيين. مؤتمر عفاش قال كلمته، إذا لازلنا شركاء مع الحوثي في الانقلاب وضد الشرعية. هذا مقتطف من مقال الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان والموجه إلى المؤتمر الشعبي. وأضافت كرمان، من لا يعترف بالشرعية منكم بعد فهو لا يزال انقلابيا كميليشيا الحوثي سواء بسواء، حتى وإن كان على خصومة مع الميليشيا وفي حال صراع معها، إذ العبرة ليست بالخصومة مع الميليشيا بل بالاعتراف بالشرعية ورفض أي تمرد عليها. ودون توفر هذا الشرط فإن أي خصومة أو حتى صراع مع الميليشيا الانقلابية لا يعدو عن كونه صراعا بين الانقلابيين حول من سيستحوذ منهم على النصيب الأكبر من السلطة والنفوذ ويحل محل نفوذ الشرعية وسلطتها، وهو بذلك صراع لا يعنينا وخصومة لا شأن لنا بها. ما كان يجب أن يجمعنا بمؤتمري عفاش أو غيرهم هو الاعتراف بالشرعية والعمل على استعادة سلطتها وبسط نفوذها. يجب أن يكون مفهوما أن لا أهمية للخصومة مع الميليشيا إلا حين تكون خصومة سببها التمرد على الشرعية وإصرارها على رفض الإقرار والاعتراف بها، وهي بذلك خصومة سيتم بالضرورة تعميمها على كل من يتمرد على الشرعية ويرفض الاعتراف بها. لم نكن نضع هذه الشروط لأننا غير متسامحين، بل لأننا غير مغفلين، لأننا متسامحون جدا مع التائبين عن الخطأ ومتشددون جدا تجاه من لا يعترفون بالخطأ ويصرون على الخطيئة. اختارت قيادات المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثي أبو راس رئيسا للحزب،
وفي ظل صمت شلة أبو ظبي والقاهرة وغيرهم من قيادات المؤتمر ممن فر من صنعاء بعد مقتل عفاش ولا يزال غير معترف بشرعية، يكون أبو راس هو الممثل لمؤتمر عفاش، ما لم يختر جناح المؤتمر المساند للشرعية قيادته في اجتماع لكتلة وازنة من أعضاء اللجنة العامة، فالمؤتمر جناح واحد وكله مع الانقلاب. ومن يدعون أنهم ممثلون للمؤتمر المساند للشرعية مجرد أفراد لا يمثلون سوى أنفسهم. لم يجد مدير مديرية صيرة في عدن سبيلا للتعبير عن وقوفه ضد عمليات السطو التي تتعرض لها الأراضي العامة والخاصة في عدن إلا أن يقف محتجا ضمن الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها المواطنون، وقال موقع عدن الغد إن خالد سيدو انضم إلى وقفة احتجاجية ضد البناء العشوائي بالقرب من مفتاح بوابة عدن العقبة، وبحضور العديد من منظمة المجتمع المدني وممثلي السلطة المحلية بمحافظة عدن. وقال مدير عام مديرية صيرة: مشاركتنا كانت تمثل السلطة المحلية بالمديرية ورفضا لأي ظواهر دخيلة على محافظة عدن مدينة التراث والتاريخ والحضارة. عبر عن مساندته لكل منظمات المجتمع المدني وأبناء عدن الذين يرفضون أي بناء عشوائي بجانب المواقع الأثرية ويحرصون على حمايتها. لا داعي للبحث عن المكان الذي ذهبت إليه أموال الزكاة التي دفعتها أو التي دفعها أبناء مدينة عمران، فقد كشفت مصادر لموقع سبتمبر نت بأن الميليشيا تنهب أكثر من 613 مليون إيرادات الواجبات الزكوية بعمران. وقالت مصادر خاصة بمحافظة عمران للموقع أن الميليشيا فرضت جبايات على المواطنين بالقوة لتمويل حروبها على الشعب اليمني، كما عملت على تكليف أشخاص من أتباعها لجباية الأموال من المواطنين وقت حصاد محاصيلهم الزراعية وتحت مسميات عدة. وبحسب المصادر فإن الميليشيا تعمل على مراقبة مزارع المواطنين وتستغل أيام الحصاد لتنهب الأموال باسم الزكاة والمجهود الحربي. وبرغم من انقطاع المرتبات عن الموظفين وسوء أوضاع المواطنين جراء انقلاب الميليشيا، فهي تفرض على المواطنين تسديد المديونات السابقة والمتأخرات لتمويل حربها واستمرار انقلابها على الشرعية وتجريع المواطن ويلات الحرب وتبعاتها. الكاتب الفلسطيني حسام أبو حامد كتب مقالا في العربي الجديد تحت عنوان من الحزب إلى الميليشيا الحرب مجددا. حاول الكاتب من خلاله تلخيص الحال الذي تعيشه الأحزاب العربية وما جعلها تتحول إلى ميليشيا. وقال الكاتب: مع خنق التعددية واحتكار المجال السياسي العام تشكلت الأحزاب العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال، إما نتيجة لظاهرة التمرد على نظام الحزب الواحد أو نتيجة محاولات السلطة الحاكمة احتواء تلك التمردات بأحزاب شكلية أو دمج الأحزاب القائمة بجبهات وطنية موجهة ومسيطر عليها. لتبقى تلك التشكلات الحزبية تابعة سياسيا وماديا من دون مشروع للدولة، اكتفت الأحزاب التي عملت في السر بنقاشات الغرف المغلقة واللقاءات بين العناصر المشكلة لها بشريا التي لم ترقى إلى قاعدة جماهيرية، ودكت مبكرا في السجون قبل قدرتها على ممارسة فعل سياسي معارض يلقي بثقله على الحياة السياسية. أما الأحزاب والجبهات الحزبية المشكلة من السلطة فمارست السياسة وسيلة لتحصيل المغانم لتتحول إلى أدوات لتبرير الحكم القائم. وفي غياب مجتمع مدني وهيمنة الانقسامات العمودية على مجمل الانقسامات السياسية، بقيت الأحزاب العربية امتدادا للمصالح الخاصة والعشائرية والنخبوية المتزمتة. مع عدم توفر فائض للممارسة السياسية باعتبارها حقا عاما، انصرف الثقل السياسي نحو استثمار ما هو غير سياسي، فأصبح الدين بديلا سياسيا، وتحولت الحركات الاجتماعية حركات شقاق عرقية أو طائفية أو عقائدية. وفي غياب تقاليد ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، غيبت المعارضة أو عجزت عن تقديم تيار سياسي عام ذي قاعدة تمثيلية واسعة، فأصبحت المجتمعات مولدة للعنف بوصفها بديلاً متاحاً للتغيير أي المعارضة، وأيضاً للحفاظ على الوضع القائم أي السلطة الحاكمة.
تتابع صحيفة أخبار اليوم ما يتعرض له نازحو مدينة تعز إلى مختلف المناطق المجاورة، وتعنون نازحو تعز معاناة مستمرة وأمال بالعودة إلى الديار. وتقول الصحيفة منذ أكثر من 3 أعوام والأسر في مناطق المحافظة تعاني من التهجير والنزوح، مما تسبب لها بأوضاع معيشية وإنسانية صعبة تتمثل بافتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة. ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة أن محافظة تعز تستضيف 15% من النازحين داخليا، وعددهم التقريبي 303,677 شخصا في الوقت الذي تتصاعد العمليات العسكرية في الساحل الغربي. كما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 273,000 شخص نزحوا من منازلهم من مدينة تعز إلى الأرياف والمدن المجاورة، كما يعيش الآلاف منهم حالة نزوح صعبة. وتعلق الصحيفة: يكون المتضررون الأكبر هم أولئك المشردون الذين لا حول لهم ولا قوة ممن تركوا محلاتهم ومنازلهم ونزحوا بعيدا عنها. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. المآل الذي صار إليه حزب صالح ناقشته العديد من الصحف العربية، حيث عنونت صحيفة الحياة في إحدى صفحاتها: حوثيون يخطفون رئاسة حزب علي صالح. وقالت الصحيفة إن اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام تحت ضغط جماعة الحوثيين عقدت اجتماعا في صنعاء للمرة الأولى بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وكلف نائب الرئيس سابقا وكلف نائب الرئيس سابقا صادق أمين أبو راس القيام بأعمال رئيس الحزب إلى حين انتخاب اللجنة الدائمة المركزية للحزب رئيسا جديدا. ودان بيان عقب الاجتماع إعلان علي صالح الانتفاضة على الحوثيين ودعوته إلى فتح صفحة جديدة مع دول الجوار. وفي عدن أكدت قيادات سياسية وإعلامية في المؤتمر أن المجتمعين خضعوا لإملاءات من الحوثيين مررها قادة محسوبون على الحزب لكنهم ينتمون إلى الجماعة، خصوصا أن البيان دان علي صالح وسمح بنعيه في الوقت ذاته، واستغربوا سابقة إدانة زعيم الحزب ونعيه ورفع صورته وصورة أمينه العام المغدور عارف الزوكا من دون التطرق إلى من قتلهما والمئات من كوادر الحزب ووضع الآلاف في المعتقلات. لم يكن إعلان الجيش اليمني الموالي للشرعية عن السيطرة على مديريتي ناطع ونعمان شرق محافظة البيضاء أواخر سبتمبر الماضي، كما تقول العرب الجديد، سوى نقلة جديدة وانتصار معنوي في الحرب. فمن الناحية العسكرية لا تمثل المديريتان أهمية استراتيجية أكثر من كونهما معبرا إلى محافظة شبوة الساحلية الثرية بالنفط. وبعد نجاح التحالف في إخراج الحوثيين من شبوة لم تعد المديريتين أهميتهما السابقة عسكريا، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا ينطبق على باقي مديريات المحافظة شديدة الأهمية. محافظة البيضاء مثلا هي أقدم جبهة قتال ما زالت مفتوحة مع الحوثيين، وكانت قبل ذلك قوات الشرعية ساحة المعركة مع الحوثيين وأول محافظة تواجه الجماعة بالسلاح بعد توسعها السهل من صنعاء باتجاه وسط وغرب البلاد يومها. وكانت الحرب على الإرهاب في محافظتي البيضاء ومأرب أحد شروط الحوثيين في الملحق الأمني بوثيقة السلم والشراكة الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء، وهو مؤشر على أولويتها وأهميتها للحوثيين منذ البداية. لكنهم فشلوا في إخضاع عهد تام على مدار 3 سنوات من الحرب هناك، واليوم رغم تحولها إلى ثقب أسود التهم من المقاتلين من الطرفين أكثر من أي جبهة أخرى، خصوصا في بدايات الحرب.
أعوام فاصلة. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المشهور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب في جزء من المقال: من يشعل النار قد يعجز عن إطفائها تماما، كمن يبدأ الحرب ثم تفلت منه خيوطها. وهذا ما يقال عن حوار قصير جرى خلال الحرب العالمية الثانية بين وينستون تشرشل وسائق سيارته، فقد سأله السائق: متى تنتهي الحرب؟ فصمت تشرشل ثم ابتسم وأجابه: إذا سمعت بأنها انتهت فابلغني على الفور. وأضاف: لا تسأل أحدا ممن بدأوا الحرب أو حتى شاركوا فيها عن موعد نهايتها. وقد شهد عام 2017 ذكرى عدة مئويات، منها مئوية وعد بلفور الذي احتفل بها الإنجليز على طريقتهم بدلا من الاعتذار. وأضاف الأمريكيون إلى الاحتفال وعدا آخر قد تستمر تردداته الزلزالية قرنا آخر. وهناك من المراقبين من توقعوا أن يشهد عام 2017 حصادا أخيرا لأحداث عصفت بالعالم العربي بدءا من عام 2011 وتعددت أسماؤها، لكن المحتوى بقي هو ذاته، حيث أوشكت الشعرة الدقيقة أن تضيع بين الثورة والفوضى وبين الحلم الحقيقي بالتغيير وحلم اليقظة بعيون مفتوحة. وهو ما يسمى في علم النفس التفكير الرغائبي، أي إصابة الإنسان الذي عانى فائض الكبت بنوبات من العمى السياسي، بحيث لا يرى الواقع كما هو ولا يسمع من الأصوات كلها غير صدى صوته. أطلقت طفلة صغيرة، كما أوردت صحيفة القدس العربي، ثورة غضب عارمة على الرئيس السوداني عمر البشير. قامت الطفلة عبر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعبير عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بزيادة أسعار سلع من بينها الخبز. الطفلة لم تكشف عن اسمها، رفضت الاثنين، السعر والوزن الخاص بالخبز، وقالت مخاطبة البشير باللغة العربية ولكن باللهجة السودانية: عمر البشير، العيش الواحدة دي بجنيه، بالغت لكن كانت بـ500 ليه عملتها بجنيه. وبانفعال كبير تساءلت الطفلة وهي ترفع قطعة خبز أمام وجهها مواصلة حديثها للبشير قائلة: هسة العيشة دي بتكفيني للغداء. ثم قدمت شكواها لله عز وجل قائلة: الله يدينا الصبر منك. الفيديو حظي بتداول كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصف كثيرون الطفلة بالشجاعة. ويذكر أن السودان يشهد منذ يومين احتجاجات متصاعدة بسبب زيادة أسعار السلع، ووفقا لسياسة اقتصادية جديدة أقرتها الحكومة. موقع الهاف بوست قال إن الأسود والخيول وحتى الغزلان والصقور والفيلة والثيران لن تجد مكانا لها بالأوراق والقطع النقدية الجزائرية مع نهاية السنة الجارية، وذلك بعد قرار الحكومة إعادة النظر في رموز وألوان العملة الوطنية. العملية حسب يومية النهار الجزائرية سجلت تقدما ملحوظا، وستشمل تغيير 4 فئات، منها ويتعلق الأمر بالأوراق النقدية ذات القيمة 200 و500 دينار جزائري كمرحلة أولى، في انتظار المرحلة الثانية التي ستشمل فئتي 1000 و2000 دينار جزائري. الأوراق والقطع النقدية الجزائرية التي ستطرح مع نهاية 2018 ستكون من حيث الشكل واللون وكذا نوعية الصنع منافسة لعملات عالمية وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو. خطة الجزائر في تغيير شكل العملة الوطنية كان بهدف إعطاء أبعاد وطنية وتاريخية للأوراق النقدية باعتبارها رمزا من رموز البلد، وهذا بعد الانتقادات الكبيرة داخل وخارج الوطن لاحتواء العملة الجزائرية صورا لحيوانات بعضها لا توجد حتى في الجزائر. عملية السلام ماتت، شكرا أوباما. تحت هذا العنوان كتب نائب الرئيس السابق لمؤسسة السلام الشرق الأوسط ميتشيل بيل يتنيك مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد. في عمر 24 عاما توفيت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية أخيرا، بدون أن يكون أحد سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه هو الذي سحب قابس الحياة، ولكن دعونا لا نعطيه كثيرا من الفضل أو اللوم على ذلك،
كان الذي وجه ضربة الموت إلى هذه العملية هو سلفه باراك أوباما. كان هناك الكثير مما يحبه المرء في رئاسة أوباما، خاصة في ضوء الفوضى التي ورثها في العام 2009 والنزعة التعويقية غير المسبوقة التي ميزت عمل الحزب الجمهوري خلال فترة ولايته، لكنه تسبب أيضاً بإخفاقات فادحة نجمت عن أوجه قصوره الخاصة، وكان التدهور الذي حل بمسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحت إشرافه على رأس القائمة. ربما يكون هيكل عملية أوسلو للسلام محكوماً بالفشل منذ البداية، فقد كان الهدف منه دائماً هو التركيز على المحادثات الثنائية مع تأجيل القضايا الصعبة لأطول وقت ممكن. لم يحظر أي شيء في الاتفاقات التي بنيت عليها عملية السلام توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وكانت مسألة حقوق الإنسان تخطر بالكاد في البال، وقد أفضى اعتماد الاتفاقيات على الإرادة السياسية للإسرائيليين والطرف الأقوى إلى فتح الباب لكل من القادة الإسرائيليين الديماغوجيين والجماعات الفلسطينية العنيفة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغاردين البريطانية، والتي تضم مجموعة متنوعة من الصور فيها من الجاذبية ما يكفي لجعلها من الصور المفضلة والتي ستأسرك بجمالها. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.